السلام عليكم. أكملت محكمة العدل الدولية اليوم أولى جلساتها في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة تورط الأخيرة بأعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. محاكمة التاريخ، هكذا وصفها بعض المراقبين، وسابقة تاريخية وصفها آخرون، وهم يرون إسرائيل في قفص اتهام القضاء الدولي للمرة الأولى. نتوقف في حديث العرب مع هذا الحدث لنسأل عن أهميته ابتداء وعن التداعيات القانونية والسياسية المحتملة إذا ما صدر حكم بتجريم إسرائيل من قبل هيئة القضاء التي تضم 15 قاضيا مضافا إليهم قاض من كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل. ثم نتوقف مع سبب غياب المبادرة العربية في هذا الملف. التفاصيل بعد متابعة التقرير التالي. ساحة جديدة للحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، هي ساحة قانونية لمواجهة العدوان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، حيث تنظر المحكمة دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإدانة العدوان والمطالبة بوقف الحرب. جنوب أفريقيا هي من تقدمت بالدعوى ضد الاحتلال، بينما غابت أو تكاد كل الدول العربية والإسلامية عن أي ساحة لمواجهة العدوان أو لدعم المقاومة الفلسطينية عسكرياً وسياسياً أو حتى قانونياً، إذ اقتصر الدور العربي والإسلامي في أكثر مواقفه على المطالبة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يواجهون الموت في كل لحظة وفي أي مكان من القطاع. قرار إدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمطالبة بوقف الحرب إن صدر عن محكمة لاهاي سيكون له تداعيات كبيرة على الاحتلال وحلفائه، فعلى الرغم من عدم امتلاك المحكمة آليات لتنفيذ قراراتها إلا أنه في حال صدور القرار ضد إسرائيل فمن شأن ذلك أن ينعكس إيجابياً على مسار قضائي آخر يسلكه مئات المحامين من أنحاء العالم أمام محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاسبة قادة كيان الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. من جهة أخرى، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل نتيجة لحكم ما ضدها من محكمة العدل الدولية سيكون كبيراً، وقد يؤدي على الأقل إلى تعديل حملتها العسكرية بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، مشيرة إلى أن كون إسرائيل ضمن الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأنها قررت المثول والدفاع عن نفسها أمام المحكمة، فإن ذلك بحسب تقدير الجارديان يجعل من الصعب عليها أن تتجاهل أي قرار ستصدره المحكمة. للحديث عن موضوع هذه الحلقة ينضم إلينا عبر سكايب عليان الهندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية وهو معنا من رام الله، ومن غازي عنتاب في تركيا عبر سكايب أيضا عبد الناصر حشان محام وناشط في حقوق الإنسان، وعبر زوم من جنيف ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ من مركز الحدث الآن من فلسطين. أستاذ عليان، الآن بما تفسر أن إسرائيل قبلت المثول أمام محكمة العدل الدولية؟ هل ابتداء هل كان القرار مفاجئا لك كمراقب، وبما تفسر هذا المسارعة إلى قبول المثول أمام محكمة العدل الدولية؟ يعني أولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا. بداية لابد من الإشارة بوضوح أن الموقف الإسرائيلي لم يكن مفاجئا لي كباحثا في الشؤون الإسرائيلية وكمطلعا على ما يجري في دولة الاحتلال، ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سبق أن وقعت بعد إقامتها على المواثيق المتعلقة بمنع إبادة الشعوب، وأعتقد أنه هذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي تمثل أمام هذه المحكمة. المرة الأولى كانت تتعلق بما يتعلق بالجدار الفاصل عندما
اتخذ رأيا من المحكمة بخصوص إقامته، إن كان إقامته قانونية أم لا. أعتقد أنه دولة إسرائيل ذهبت باتجاه الدفاع عن نفسها، خاصة أن المحكمة لا تصدر أوامرا باعتقال الأشخاص أو الأفراد، وإنما تذهب باتجاه إدانة الدولة ولكن نفسها معلومة، المعتدي يعني والقيادة. معذرة أستاذ علي، معلومة أنبغي معك، أريد ضبطها معك، هي المرة الأولى التي تخضع فيها للمحاكمة بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية، هنا المرة الأولى. هي المرة الأولى التي تذهب بها إلى المرة الأولى التي تذهب بها إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بإبادة شعب، ولكن هي المرة الثانية أو الثالثة التي تذهب بها إلى محكمة العدل الدولية. الثانية كانت تتعلق ببناء الجدار الفصل العنصري في داخل الضفة الغربية، وهل هو قانوني أم غير قانوني. والسبب في ذهاب دولة الاحتلال يعود إلى أمرين: الأول أنها هي موقعة على اتفاقيات بمنع إبادة الشعوب ومنع التمييز العنصري، ممارسة التمييز العنصري، والأمر الآخر يجري الحديث عن إدانة دولة وليس عن إدانة أفراد. لذلك هي ذهبت دولة الاحتلال إلى محكمة، إلى المحكمة الدولية، لكي تدافع عن دولة الاحتلال وليس الدفاع عن أفراد دولة الاحتلال، خاصة أن هذه المحكمة غير معنية بالشخوص والأفراد، التي تعتبر محكمة الجنايات الدولية هي جهة الاختصاص في هذا الموضوع. وإجمالا يمكن القول أن في حالة حصلت الإدانة، وأعتقد أن ذلك سيكون تحصيل حاصل، خاصة أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على أرض الواقع هي تتعامل مع عدة أنواع من الإبادات، إن كانت إبادة الشعب الفلسطيني وهذا يتعارض مع القانون الدولي، وإن كانت ما يتعلق بإبادة المدن وقد هدمت مدن كثيرة في قطاع غزة وهذا يسري عليه أيضا إبادة المدن، وهناك إبادة التاريخ الفلسطيني من مكتبات عامة ومستشفيات ووزارات تراث. ومتاحف عامة وقاعات، وهي أيضا جريمة تتعلق بماضي وحاضر ومستقبل الفلسطينيين. نعم. أعتقد أنه إسرائيل ذهبت بهذا الاتجاه للدفاع عن كونها دولة، وأعتقد أن معركتها في هذا المجال ستكون بكل تأكيد خاسرة، خاصة أن ردود الأفعال التي وردت في إسرائيل منذ التوجه الأول لدولة جنوب إفريقيا كانت عنيفة وشديدة وازدادت شدة، نعم خاصة هذا اليوم على ضوء المرافعات التي جرت والمشاهدات ونسبة المشاهدات العالية في المجتمع الغربي. وأعتقد أن جزء مهم من الذهاب هو محاولة إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام الرأي العام الأوروبي بشكل خاص نعم والغربي بشكل عام. لذلك إسرائيل لم تكن أمامها مناص سوى الذهاب إلى هذه المحكمة، وبكل الأحوال هي أعلنت مسبقا أنها ذاهبة لكنها لن تلتزم بأي قرارات ستتخذها هذه نعم المحكمة. طالما أنها، طبعا نحن بعد الفاصل سنتحدث، هنا أتحول إلى جنيف الأستاذ ناجي، سنتحدث بعد قليل بعد الفاصل عن 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 النتائج المحتملة والتداعيات المحتملة، لكن قبل ذلك وجود إسرائيل في قفص الاتهام داخل محكمة العدل الدولية، أنت كحقوقي وكناشط في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، أي أهمية يمكن أن تصنف هذا الحدث من خلاله؟ نعم طبعا، هو الحدث ككل مهم جدا كما أسلفتم، ومثول دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأصحح لكم أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تحضر بها أمام محكمة العدل الدولية، فقد رفضت في المرة السابقة خاصة فيما يتعلق بالجدار الحضور، وقدمت قبل أن تبدأ المحكمة إجراءاتها إدانات كثيرة للمحكمة و ثم بعد ذلك القرار الذي صدر عنه. المثول هنا يعني إسرائيل لم يكن لديها خيار آخر، لأنه الأسلوب الذي دخلت به جنوب أفريقيا إلى المحكمة من خلال هذه القضية هو ضمن المادة
التاسعه في الاتفاقيه، في اتفاقيه الاباده الجماعيه التي تتيح للدول ان تتقدم الى المحكمه الجنائيه الدوليه عندما يكون هنالك اختلاف بالتفسير مع دوله اخرى. وكذلك الماده الثانيه التي تنص من اتفاقيه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها، اتفاقيه الامم المتحده، التي تنص على مسؤوليه جميع الدول في ان تتخذ الاجراءات لمنع حصول جريمه اباده جماعيه، يعني ليس فقط ان تمتنع عن ارتكاب الجريمه وانما ان تتخذ كل الاجراءات لمنعها. وهذه المسؤوليه هي مسؤوليه على كل دول العالم، مسؤوليه على كل دول العالم. وبالتالي لم يكن هنالك امام اسرائيل، لانه الامر اصبح محرج جدا ان لا تذهب الى المحكمه، لان المحكمه كانت ستسير في الاجراءات حتى في حاله عدم حضور اسرائيل. يعني افهم من كلامك، انت تقول كلام مهم استاذ ناجي، افهم من كلامك انه من الناحيه القانونيه كان يمكن لاسرائيل ان ترفض المثول، لكن بدافع المصلحه او الاضرار والمفاسد التي قد تترتب عن الغياب هو الذي دفع الى قبول هذه المحاكمه. بالتاكيد بالتاكيد، لانه القضيه من الاهميه بمكان عندما يتعلق الامر بجريمة الإبادة الجماعية وباتفاقية الإبادة الجماعية التي أساسا هذه الاتفاقية أنشئت أساسا بعد ما، يعني يفترض بعد ما جرى لليهود من إبادة، وبالتالي جرى التفكير آنذاك في ذلك الوقت بإعداد هذه الاتفاقية. وبالتالي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي أمام ضغط قانوني واضح جدا عليها، أنه يجب أن تقول ما لديها أمام المحكمة، وأمام ضغط الرأي العام، حتى الرأي العام الإسرائيلي هنالك ضغط كبير من داخل دولة الاحتلال، سواء الرأي العام وسواء حتى يعني موظفون حكوميين أو مسؤولون حكوميين عبروا عن شيء من هذا القبيل. نعم. إضافة إلى الرأي الرسمي الدولي، لأنه هذه هي محكمة الأمم المتحدة، هي هذه أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، فكيف لا تذهب دولة تدعي أنها عضو في الأمم المتحدة وأنها تحترم إرادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تدعي كل ذلك ولا تذهب للمثول أمام هذه المحكمة؟ ولكن وهنا أسأل الأستاذ عبد الناصر في غازي عنتاب، في أثناء قراءتي عن الموضوع تابعت بعض التقارير التي يتحدث فيها خبراء قانونيون بأنه بسبب التعقيدات الناشئة عن تعريف الإبادة، مصطلح الإبادة الجماعية، قد يكون من الصعوبة أو ليس سهلا إثبات ارتكاب إسرائيل لأعمال إبادة جماعية في غزة. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تنجح جنوب إفريقيا في إثبات تهمة ارتكاب جرائم حرب على إسرائيل في المحكمة؟ بداية تحياتي لكم والسادة المشاهدين والأساتذة الكرام وضيوفك الكرام. طبعا اليوم بيطري على لائحة الادعاء اللي قدمتها جنوب أفريقيا، وهي مكونة من 84 صفحة. هذه اللائحة كانت محكمة لدرجة أنها غطت كل ما يمكن القول عن أنها هذه اللائحة مع الأدلة مع الوقائع مع التكييف القانوني جاهزة لأن المحكمة بالجلسة القادمة أو في أول جلسة بنظر الموضوع تأخذ بها كلائحة اتهام مباشرة أو للحكم مباشرة، حيث أوردت كل تفاصيل سواء في هذا الموضوع. أيضا لا يوجد هناك نزاع حول مفهوم الإبادة الجماعية، لأن مفهوم الإبادة الجماعية محدد باتفاقية الإبادة الجماعية وأيضا في بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لو تتبعنا المادة السادسة من اتفاقية أو نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية لوجدنا أنها تنطبق نفس الشروط نفس الأركان الموجودة في اتفاقية الإبادة الجماعية، هي نفس الشروط والأركان الموجودة في اتفاقية روما لمحكمة الجنائية الدولية: القتل العمد لشخص أو أكثر، الإيذاء لشخص أو أكثر، فرض حالي معيشية يعني تدني على السكان، منع الإنجاب. كل هذه الأركان توفرت بأفعال الكيان الصهيوني وعصاباته من القطعان المستوطنين ومن ثم الجيش الإسرائيلي. هذه الأركان كلها أثبتتها لائحة الادعاء أو جهة الادعاء الموجودة في طبعا جنوب أفريقيا
في متن اللائحة الادعاء نجد أنها بالكيل الوافي وبأدلة للأمم المتحدة ومن جهات رسمية دولية وإقليمية تثبت هذه وقوع هذه الأركان وقوع هذه الجرائم وتثبت بالأدلة الرسمية من هذه المنظمات، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل التحلل من هذه أو الانفكاك من أو الرد على هذه الأدلة إلا بالمراوغة والكذب. اليوم نحن أمام فعلا استحقاق يعني تاريخي من هذه الدعوة، وتكمن أهميتها في أنها إضافة لما قالوه الأستاذ الضيوف أنها لأول مرة تحاكم إسرائيل عن موضوع جنائي يعني بيخص جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكل النزاعات لما كانت قبل ذلك كانت حول نزاعات حول أراضي أو ما يسمى أراضي محتلة أو غير محتلة كما يعني كل وكل أيضا كل القوانين كل القرارات الدولية سواء كانت صادرة عن مجلس الأمن أو مجلس أو الجامعة العامة للأمم المتحدة كانت تكرس على أن النزاع العربي الإسرائيلي نزاع حول الأراضي. أما اليوم هذه الدعوة تأتي بأنها أول تحرك قانوني يدين هذا النظام وصناع هذا الكيان وصناع هذا الكيان بجريمة الاحتلال وبجريمة الإبادة الجماعية التي أول من عرفها هم هؤلاء النازيين الجدد في إسرائيل. هو الإدانة ربما من الناحية العملية ما زاد الحديث باكرا عن موضوع الإدانة بانتظار المرافعات، لأن إسرائيل لديها أيضا دفع ولديها فريق قانوني. لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى رام الله، ننتقل من الحديث عن المستوى القانوني إلى المستوى السياسي. سيد عليان، بالمعنى السياسي إلى أي مدى أو هل من النجاعة برأيك القول بأن مجرد محاكمة إسرائيل ووجودها في قفص اتهام داخل أعلى جهة قضائية في العالم يكفي لكي يلحق الضرر سياسيا بشكل أو بآخر بهذا الكيان؟ يعني في سياق ما تحدثت به أعتقد أن إسرائيل ونتيجة للجرائم الكبرى التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي ارتكبتها فيما قبل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وعمليات القتل المتواصلة في الضفة الغربية منذ عام 1967 حتى هذا اليوم، أعتقد أن إسرائيل ما عادت تكترث كثيرا بالمواقف الدولية، لكن من الواضح أن ما حدث في قطاع غزة وحالة التكتل التي وقف فيها المجتمع الدولي خاصة في المؤسسات الدولية وحتى في الرأي العام إن كان من خلال مظاهرات أو احتجاجات أو غير ذلك من وسائل التعبير عن الرفض ما تقوم به إسرائيل، أعتقد أنه هذا أعطى ضوء أشار إلى ضوء أحمر في المستوى السياسي في إسرائيل، وهناك مخاوف حقيقية بالمناسبة من أن تدان إسرائيل وأن يتم التعامل معها كنظام تمييز عنصري وكدولة تبيد شعب آخر، وبالتالي أعتقد أنها ستفقد نوعا ما وجزءا مهما من شرعية أصلا وجودها التي قائمة على ما يسمى بالكارثة التي حلت باليهود، وبالتالي لا يحق لمن أو هكذا المنطق يقول لا يحق من تعرض لكارثة أن يعرض شعبا آخر لكارثة وإبادة، وبالتالي أعتقد أن المراهنة الإسرائيلية ستكون مراهنة فاشلة خاصة أن الآراء الدولية والمواقف الدولية أصبحت مواقف واضحة وأصبحت مواقف معروفة، وهي تخشى من أن تؤثر هذه المواقف على الدول الغربية الداعمة لها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على وجه الخصوص وبقية الدول الغربية من أن لا تستطيع هذه الدول مواجهة الضغوط التي ستمارس عليها في المؤسسات الدولية من أجل عدم إدانة إسرائيل، وبالتالي الذهاب نحو نوعا ما من العقوبات لدفع إسرائيل إلى أولا التوقف عن الحرب وثانيا الذهاب إلى حل للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة دولتين لشعبين على حدود الرابع من حزيران. أعتقد أن هذه هي المخاوف الحقيقية لدولة الاحتلال، وأعتقد أن التركيز دائما في السياسة الخارجية لدولة الاحتلال هو على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن شأن صدور مثل هذا القرار في الأمم في محكمة العدل الدولية أعتقد أنه سيضعف
مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية للضغوط الموجهة لدولة الاحتلال. وهذا متعلق بالحديث عن النتائج والتداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه المحاكمة، وهذا الجزء بالتحديد هو من أهم ما يمكن أن يقال في هذا السياق الذي سيكون محور حديثنا بعد فاصل قصير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في حدث يصفه الكثير من المراقبين بأنه سابقة تاريخية. سريعا أذهب إلى جنيف. سيد ناجي، ما النتائج القانونية المتوقع أن تترتب على هذه المحاكمة فيما يتعلق طبعا على الصعيد الإسرائيلي؟ يعني من أهم النتائج، يعني نحن لدينا شقين في هذه المحاكمة. الإجراءات التي بدأت اليوم، يعني لليوم واليوم غد الجمعة، تتعلق بالإجراءات العاجلة التي طلبتها جنوب أفريقيا، وهذه الإجراءات العاجلة لخصتها جنوب أفريقيا بتسعة طلبات تركز على وقف العمليات العسكرية، باعتبار أننا نتحدث عن جريمة إبادة جماعية، وبالتالي حتى تناقش المحكمة هذا الأمر وقد يأخذ وقتا أطول. لذلك طلبت جنوب أفريقيا أنه بما أن الأمر يتعلق بجريمة إبادة جماعية، وهذه الجريمة ناتجة عن كل عمليات القتل والتهجير وغير ذلك، فلتتوقف هذه العمليات حتى أن تدرس المحكمة الموضوع ككل، وبالتالي الإجراء العاجل يتعلق بوقف كل العمليات الإسرائيلية، وبوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وبوقف عمليات التهجير التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا أن يجب أن لا يتخذ أي من السلطات الإسرائيلية أي إجراءات تؤثر على حياة الفلسطينيين وتمتعهم بحياتهم الاعتيادية إلى أن تصدر المحكمة حكمها. هذا الشق الأول الذي ننتظر أن يصدر حكم به. والذي هذا الشق كم قد يستغرق من الوقت برأيك؟ هذا الشق، يعني كما معروف أن جنوب أفريقيا قدمت الدعوة يوم 29/12، وعندما وجدت المحكمة أن هذا الشق موجود، الإجراءات العاجلة، يوم 3/1 في أول يوم دوام بعد العطلة، عطلة رأس السنة الميلادية، قررت تحديد يومي 11 و12 الجاري كانون الثاني اليوم غد للمرافعة، لسبب أن هذا الإجراء هو إجراء عاجل، وبالتالي نحن نتوقع أن يصدر قرار المحكمة قريبا جدا في هذا الشق. أما الشق الثاني وهو المرت، يعني موضوع القضية اللي هو ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فهذا الذي سيستغرق بعض الوقت. فإذا يعني إذا صدر قرار المحكمة بإدانة إسرائيل بالتأكيد بأن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة، فطبعا هذا أمر خطير جدا بالقانون الدولي، والمسؤولية في تنفيذه تقع على كل دول العالم، لأن كل دول العالم كما أسلفت مسؤولية قانونية في هذه الاتفاقية التي وقعت عليها، وكذلك ضمن ميثاق الأمم المتحدة أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية. هذه الاتفاقية تضم 150 دولة هي الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، طبعا بما فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعملية الإبادة واضحة جدا. يعني جنوب أفريقيا كما لاحظتم اليوم جاءت بفريق متكامل، فريق مهني، فريق متعدد الاختصاصات من الناحية القانونية، من العمل بالمحاكم، من العمل بالأمم المتحدة فترة طويلة، قسم من عندهم نعرفهم هنا عملوا في أجهزة الأمم المتحدة كمقررين خاصين وغيرهم يعني. وهذا الفريق تناول في مرافعته اليوم أجزاء القضية بالتوضيح كامل وبالاستناد إلى الصور وإلى الفيديوهات، وقدم كل الوثائق التي تؤكد أن إسرائيل قد ارتكبت عملية الإبادة الجماعية. بل الأكثر من ذلك، يعني نحن نعلم يعني من تعريف الإبادة الجماعية التي تحدثتم عنها أن كل فعل ارتكبته إسرائيل خلال هذه الفترة الماضية هو يشكل إبادة جماعية. يعني ليس كل الأفعال مجتمعة فقط التي تعتبر تأكيد أكيد، لكن أي فعل ارتكبته إسرائيل، أولا التهجير القسري بحد ذاته هو يدخل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، القتل بحد ذاته ضد الشعب الفلسطيني تحديدا يدخل ضمن الإبادة الجماعية، التجويع إبادة جماعية، ما تعرض له الأطفال والمستشفيات وغير ذلك يدخل أيضا ضمن عملية الإبادة الجماعية. الأكثر من ذلك يعني، وأنا ذكرت هذا في لقاءات سابقة، العملية كل جريمة لها عنصرين، العنصر المادي والعنصر المعنوي. جريمة الإبادة الجماعية العنصر المادي هذا الذي تحدثنا عنه، القتل والتهجير وغير ذلك. أما العنصر المعنوي فهو النية، ودائما يعني هذه إشكالية كبرى أمام المحاكم، كيف للمحكمة أن تثبت أن هذه الأفعال التي ارتكبت كانت فعلا بنية الإبادة؟ يعني هذا إشكال كبير جدا، لكن المسؤولين الإسرائيليين خففوا كثيرا على المحكمة في هذا المجال، ومن خلال تصريحاتهم منذ اليوم الأول بيّنوا أنهم لديهم النية في إبادة الشعب الفلسطيني، رئيس الكيان نفسه، رئيس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية، وحتى وزير المالية يعني تحدث في هذا الأمر. ويعني تحدثوا بشكل واضح أن نيتهم هم يستهدفون كل الشعب الفلسطيني في غزة، يعني وصفوهم بألفاظ مسيئة، وأنهم كلهم يعني مساهمين، وأن كلهم مشاركين. وبالتالي يعني نحن نتوقع يعني ونتمنى من الناحية القانونية، أو حتى نتساءل كيف ستهرب المحكمة من أن تقرر أن إسرائيل بالفعل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية. لكن قبل فإذا تفضل باختصار شديد، فإذا ما ارتكبت هذه الجريمة هنالك إجراءات لاحقة كثيرة. أولا سيفتح المجال كما أشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية عليها أن تحاسب من الناحية الجنائية الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة وليس محكمة العدل الدولية. الأمر الآخر هنالك التعويضات، يجب أن تحكم المحكمة بتعويضات، وهنالك تداعيات أخرى طبعا على الصعيد الدولي لا أريد أن يعني ربما أتحدث عنها لاحقا. تعقيبا على ما تفضلت به سيد ناجي، أسأل هنا سيد عبد الناصر حوشان، ربما المرحلة المقبلة أو في جلسات ومرافعات المحكمة قد تكون المعركة الأهم هي معركة حرب التوثيق. إلى أي مدى تستطيع جنوب إفريقيا توثيق عمليات الإبادة الجماعية وهي التهمة التي قامت على أساسها هذه المحكمة؟ هل من السهولة بمكان إثبات هذه الإبادة، علما بأن هناك فرق فنية قد تشتغل على قضية أن هذه المشاهد ربما تكون نوع من التزوير، نوع من الفبركة إلى آخره؟ أستاذ العزيز، يعني جريمة الإبادة الجماعية ليست مرتبطة بالكم وإنما بالحالة، يعني هي حالة قد تكون لقتل شخص واحد على أسس طائفية أو عرقية نية الإبادة، إذا شخص واحد هذه أركان جريمة الإبادة، تهجير شخص واحد بدافع التطهير العرقي أو على أساس حتى لو كان دفاعا عن النفس ضد منظمة إرهابية كما تتبناها إسرائيل هذه الرواية والسرية. ليس لعاد أو لمعتد حق، إسرائيل دولة احتلال بموجب القوانين، بموجب القرارات الدولية، قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، وخاصة في قرار خاص بموضوع غزة تحت الاحتلال، يعني من حق الشعب الفلسطيني في غزة بالتحديد حق المقاومة. العدوان الإسرائيلي يفرض
أو يلزم عفوا يلزم المقاومة يعطي الفلسطينيين بحق المقاومة، ليس لإسرائيل وهي الدولة المعتدي كدولة احتلال تعتدي على أشخاص تقتل أشخاص وهذه أشخاص ليس لها حق الدفاع عن النفس لأنها هي بالأصل من ابتدأ العدوان على هذا الشعب. أستاذ عبد الناصر، هذه النقطة مهمة. نعم. إذا ما استطاعت جنوب إفريقيا توثيق هذه الحالة، وهذا أمر قد يكون متاحا إذا ما كان الأمر متعلقا بحادثة واحدة، من حيث التداعيات القانونية على إسرائيل، ما أقصى حد يمكن أن تصل إليه المحكمة أو أقصى قرار يمكن أن تتخذه المحكمة وما يترتب عليه بعد ذلك باختصار؟ القضية ليست بمدى حجة قانون أو بالأصل هناك مشكلة بموضوع قرارات محكمة العدل الدولية بأنها غير ملزمة، بمعنى آخر ليس فيها قوة إلزام، تحتاج في حال إدانة سواء كان فرض التدابير المستعجلة، تحتاج إذا لم تطبقها إسرائيل من تلقى نفسها تحتاج لجنوب أفريقيا، وحتى في قرار إدانة في مستقبلا تحتاج اللجوء إلى مجلس الأمن، إحالة القرار إلى مجلس الأمن التنفيذ، وبالتالي نحن أمام خيارين، إما أن يقوم مجلس الأمن فعلا بالالتزام بهذا القرار وإصدار تدابير تحت الفصل السابع، وإما هناك أيضا ممكن تدخل بالمادة 41 و42 وهي دون استخدام القوة المسلحة، بمعنى توصيات او توصيه تقديم توصيات الى الكيان الاسرائيلي بتنفيذ تطبيق اجراءات محدده قد يفرضها مجلس الامن. القضيه ليست بقضيه اليوم انه صدور قرار او كذا، انما بتبعات او الزاميه القرار. اليوم احنا ما يهمنا بهذا الموضوع وهو الاهم ان هذه الدعوه انا اعتبرها انها الموجة الثانيه من طوفان الاقصى على مستوى الدوله. اليوم كسرت جنوب أفريقيا، كسرت الحاجز الذي كانت تخاف منه كل الأمم وهو معاداة الساميين. اليوم الساميون الذين يدعون أنهم هم الساميون وهم المحمرون والضحايا هم المجرمون الذين يرتكبون أفضع الجرائم من الذي ارتكبتها النازيين بما يحق بحق اليهود. نقطة شديدة. هم اليوم هذول أثبتوا اليوم أنهم النازيون جدد الذين يمارسون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين. نقطة شديدة الأهمية. وهذا أهم نتيجة. نعم أستاذ عبد الناصر. أهم نتيجة اليوم. نعم، نقطة شديدة الأهمية أضأت عليها سيد عبد الناصر، أشكرك عليها حتى أبني عليها وأسأل السيد عليان في رام الله. إذا جنوب أفريقيا كسرت حاجز الخوف من معاداة السامية و جرت قدمي إسرائيل إلى المحاكمة الدولية، إلى محكمة العدل الدولية. برأيك إلى أي مدى هذا الواقع وفق هذا المعطى يشكل قلقا في الأوساط البحثية والإعلامية الإسرائيلية من أي تداعيات مستقبلية محتملة على الكيان؟ أولا أنا حابب أعلق على ما تفضل به ضيوفكم دون أن تنسى جوابي، دون أن تنسى سؤالي باختصار، تفضل. نعم، بدون اولا هناك جهات عديده توثق ما يجري في قطاع غزه. اولا هناك المؤسسات الدوليه نفسها العامله في قطاع غزه، وهناك الوزارات المختلفه في ان كان في قطاع غزه او في الضفه الغربيه، اضافه الى ذلك هناك المؤسسات والتنظيمات المجتمع المدني، إضافة إلى كل ذلك هناك وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزخر بمثل الدلائل والبينات التي تشير بشكل واضح إلى نوايا وأفعال إسرائيل في إحداث الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في مجالات متعددة في قطاع غزة. أما ما تأثير ذلك على دولة الاحتلال، أعتقد أنه إسرائيل منذ فترة طويلة جداً منذ عام 1967 حتى هذه الأيام وهي لا تتعامل مع المؤسسات الدولية بطريقة ودية وترفض بشكل أو بآخر التعاطي والتعامل معها، حتى أنها في الآونة الأخيرة رفضت إعطاء تأشيرات دخول عادية لكل من يعمل في المؤسسات الدولية، خاصة أولئك العاملين في مجال حقوق الإنسان إن كان على المستوى العالم أو حتى على المستوى الفلسطيني. أعتقد أن إسرائيل تحاول أن تسوق رواية مزورة وكاذبة، وكل ما يهمها هو أن يصدق المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي هذه الرواية كي يبنى عليها الكثير من
الدعم إن كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً. لكن وأنت ترصد المراكز البحثية ووسائل الإعلام، إلى أي مدى يشكل قلق في هذه الوسائط؟ أعتقد أنه النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي أن إسرائيل، هي أن مراكز الأبحاث وحتى القيادات السياسية المختلفة تعتقد أن هذه المحاكمة وغيرها من النشاطات المتعلقة بمحاربة إسرائيل تساعد في نزع الشرعية عن دولة الكيان الإسرائيلي، وتساعد كل من يحاول أن يحارب هذه الدولة وهذا الاحتلال على أن يتمسك بأسس قوية في محاربة دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في الدول الغربية التي تراهن إسرائيل بشكل كبير جدا على استمرار ولائها لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أعتقد أنه إسرائيل مهتمة جدا بهذا الموضوع، وهي تحاول بكل الطرق وبكل الوسائل منع صدور هذا القرار من خلال التواصل مع الدول التي يمثلها القضاء أنفسهم، كي لا تكون هناك قرارات متطرفة في حق إسرائيل. وإذا كانت في هناك مثل هذه القرارات فعلى الأقل أن تكون مخففة جدا كي يستطيع المجتمع الغربي تحملها. أعتقد أنه المراكز الأبحاث والمجتمع حتى الإسرائيلي نفسه ونخبه السياسية والاجتماعية ترى بأنها سوف تتضرر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من وراء مثل هذه القرارات، لذا هي تعمل جاهدة من أجل أن لا تكون هذه القرارات صادرة بشكل فعلي كي لا تتضرر المؤسسات المختلفة في دولة الاحتلال. هذا على المستوى السياسي، لكن دعني أسأل السيد ناجي في جنيف عن المستوى القانوني. هناك تطور يعني أو معطى جديد، معطى ضمن هذه القضية. إسرائيل عينت المحامي الأمريكي الشهير ألان ديرشوفيتز ضمن فريق أو ليدافع عنها، ليترافع عنها في محكمة العدل الدولية. وأنت تعرف أن هذا الرجل لديه حالتان الآن، هو أولا صديق بنيامين نتنياهو الذي يقف على رأس المؤسسة السياسية والعسكرية في التهمة الموجهة لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية واحدة. ثانيا أن الوثائق كشفت أنه رجل متورط في فضائح جنسية ضمن شبكة الشخصيات العالمية لرجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين الذي مات منتحرا فيما قيل داخل السجن. سؤالي هو إلى أي مدى يمكن لهيئة القضاء في أثناء مداولاتها قبل تخريج الحكم النهائي والقرار النهائي أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار؟ بالتأكيد المحكمة استلمت يعني مقدما قائمة بأسماء كل المحامين وكذلك الخلفيات هذا السير الذاتية لهؤلاء المحامين. يعني كل جهة قدمت مجموعة من المحامين، يعني فإسرائيل لديها مجموعة من المحامين من ضمنهم هذا الشخص يعني. وبالتأكيد يعني الوقوف أمام محكمة العدل الدولية أو أمام القضاء يتطلب درجة عالية للمحامي أو لأي شخص من الكريديبيليتي، من المصداقية، ومن كذلك من السمعة، أن تكون يعني سمعته يعني سمعة نظيفة مثل ما نقول يعني. ولا لا أعرف حقيقة يعني ماذا سيكون موقف المحكمة وما هو موقف المحكمة الآن. المحكمة يعني الآن لكن قبلت عفوا هذه. عفوا سيد ناجي، أنا لا أعرف لماذا اختارت إسرائيل هذا الشخص بالرغم من أنه قد يؤثر على ملفها كما تفضلت. ربما لأنه هو يعني من الأشخاص، أولا ملف إسرائيل يعني ضعيف جدا، يعني ضعيف جدا، وقد يحتاج إلى أشخاص يجادلون لمجرد الجدال. يعني هنالك يعني إسرائيل ليس لديها شيء لتقوله أكثر من أنها ستضع كل القضية أن حماس هاجمت إسرائيل يوم 7 أكتوبر وأنها أخذت رهائن وأن إسرائيل طلبت من السكان أن يخرجوا للحفاظ عليهم. يعني سيظل الحديث عن في هذا السياق، في حين أن جنوب أفريقيا في دعواها، وأنا أرجع سأجيب على سؤالك، في دعواها أوضحت جيدا السياق التاريخي أن الموضوع لا يتعلق بما حصل بعد 7 تشرين الأول الماضي 2023 فحسب، وإنما يتعلق بكل الإجراءات الإسرائيلية منذ الاحتلال ومنذ سنين طويلة. يعني فهنالك
محامون قد لا يستطيعون الاستمرار في عملية الكذب والخداع. نعم لذلك إسرائيل تحتاج إلى هؤلاء الأشخاص. يعني إسرائيل نفسها، المسؤولون الإسرائيليين نفسهم يمارسون هذه العملية يوميا. يعني نتصور أن نتنياهو خرج في التلفاز يوم أمس أو هذا اليوم يتحدث بطريقة وكأن العالم نسي ما حصل خلال 90 يوما الماضية، ونسي كل التصريحات. يتحدث أنهم لم يكونوا يستهدفوا الشعب الفلسطيني، أن إجراءاتهم كانت إجراءات سليمة، أنهم حاولوا تجنب الإضرار بالشعب، أنهم حاولوا تجنب المدنيين، كل هذه، في حين أن الواقع يثبت. وأنت سألت عن التوثيق، التوثيق واضح جدا. المحكمة الآن لديها سجل كامل ومتكامل من الوثائق نعم يتعلق بكل ما حصل، كل ما حصل. يعني مثل ما ذكر الضيف، هنالك منظمات كثيرة توثق، منظمات فلسطينية أولا ومنظمات دولية والمجتمع المدني، والصحافة لعبت دور كبير جدا في أن تنقل للعالم حقيقة ما يجري. ولذلك لاحظنا الاستهداف المباشر للصحفيين، يعني لم يكن مثل هذا كل العدد، يعني أكثر من 180 أو هذه وصل إلى 190 سيد صحفي. ناجي، نعم هذه نقاط مهمة، لكن هناك أيضا نقطة مهمة لو أذنت لي أن أنتقل إلى الأستاذ عبد الناصر. على قاعدة رب ضارة نافعة، ثمة من يرى بأن كون الدولة التي رفعت هذه الدعوة هي دولة جنوب إفريقيا، أي دولة غير عربية، ربما يكون مفيدا. هل ترى أن الأمر مفيد باعتبار أن العرب غائب، بأن العرب غائبون عن هذه القضية، وهذا ما يساعد هيئة القضاء على تخليق حكم أكثر صرامة بعد خلوه من البعد التاريخي، بعد الصراع التاريخي بين العرب والإسرائيل؟ هل ترى الأمر ذا فائدة؟ اسمح لي أبين هذا الأمر، لأن هناك التباس في هذا التفصيل. أولا، أن هناك فقط 9 دول عربية موقعة على اتفاقية منع العبادة، منها مصر والأردن والسعودية والعراق والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. لو جئنا لهذه الدول وجدنا أن فقط دولتين ترتبط مع الكيان الصهيوني بعلاقات دبلوماسية، مصر والأردن، والباقي الدول لا ترتبط مع الكيان بعلاقات دبلوماسية. لو عدنا إلى ملف الدعوة لوجدنا طبعا أحد الادعاء لجنوب أفريقيا، لاحظنا أن هناك شرط شكلي، وهو يعني حتى اثارت النزاع ما بين جنوب افريقيا وبين كيان، كانت هناك مراسلات دبلوماسيه ما بين حكومه جنوب افريقيا وبين الكيان الصهيوني عن طريق سفيره في جنوب افريقيا. عدة مراسلات نبهت على موضوع الاباده الجماعيه، طبعا جنوب افريقيا حذرت من ارتكاب جريمه الاباده الجماعيه اكثر من مره، وكان هناك ردود كما ذكرت بالردود بمنتهى الفظاظه على هذه الرسائل. من هنا نشأ النزاع الذي استندت إليه جنوب أفريقيا للمادة التاسعة، يعني تطبيق المادة التاسعة أو اللجوء للمادة التاسعة لتأسيس دعواها، لأن مراسلاتها أدت لأن هناك اختلاف بينه وبين جنوب بين إسرائيل حول مفهوم الإبادة الجماعية وتفسير الاتفاقية. الدول العربية في هذه الحالة نحن أمام كما ذكرت حالتين، فقط كان بإمكان الأردن ومصر باتباع نفس الطريقة التي اتبعتها جنوب أفريقيا بموضوع الممارسات الدبلوماسية بما يخص الإبادة الجماعية. أما باقي الدول العربية الأخرى التي وقعت على اتفاقية الإبادة، ليس بإمكانها إقامة الدعوة مباشرة، لكن يمكنها يعني مستقبلا في حال أعلنت المحكمة اختصاصا، محكمة العدل الدولية بالنظر في الدعوة، يمكن لهذه الدول العربية بالعموم وغير العربية يمكنها تدخل وفق المادة 81 من لائحة المحكمة، وعلى قاعدة المادتين 62 و63 من نظام محكمة العدل الدولي. في المسار السياسي، أسأل السيد عليان في رام الله، بأول ما يتبادر إلى ذهن المشاهد العربي، ما السبب الذي حال دون أن تكون الدول العربية هي من حرك هذا الملف وليس جنوب إفريقيا؟ يعني أولا بخصوص الدول العربية، يبدو أن كل الدول العربية باستثناءات قليلة جدا هي دول أولا مختلفة، هناك صراع داخلي في داخل هذه الدول، هناك حروب، هناك
أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهناك احتياج للولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول مطبعة. أعتقد أنه المساعدات التي تقدم اليوم من قبل الدول العربية في المجال القانوني، أعتقد هي من المملكة الأردنية الهاشمية، وبدرجة أخرى هي جمهورية مصر العربية. هاتان الدولتان تقدمان مساعدات قانونية للوفد الجنوب أفريقي، لكن كل ذلك لا يعني يثبت بشكل واضح عجز السياسة العربية وعجز الدول العربية عن القيام بدورها، إن كان إقليمي، إن كان حتى على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي، ما يعني أن هذه الدول ستواجه المزيد من المشاكل والصعوبات داخل دولها أنفسها. وأعتقد أنه لولا الموقف الموحد لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع السلطة، وكذلك الشعب الفلسطيني الذي رفض الخروج، لا أمكن بصراحة تنفيذ المخطط الذي سعت إليه إسرائيل، وهو الإبادة الجماعية من أجل طرد الفلسطينيين من وطنهم. لكن بكل صراحة وبكل وضوح، ظلت المواقف العربية مواقف عاجزة غير قادرة على تلبية حتى أمان شعوبها أمام القضية الفلسطينية، وهي القضية الأهم والمركزية في لدى كل العرب والمسلمين. أعتقد أنه الاعتبارات المتعلقة بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأزمات السياسية والاجتماعية التي تمر بها هذه الدول ساهمت بشكل كبير، أولا أن لا يكون دور لهذه الدول، والأمر الآخر هو الحاجة إلى المساعدات الأمريكية. وفي نقطة مهمة جدا، وهي أنها تحتاج لدولة الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز مكانتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن اللوبيات الصهيونية هي لوبيات فاعلة وقوية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا أسأل السيد ناجي الذي أختم معه، برأيك إلى أي مدى ما فعلته جنوب أفريقيا يمكن أن يشكل أن يثير شهية العرب في فتح الملف القانوني في وجه إسرائيل بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل والتي لا يتوقع أن تتوقف عن ارتكابها مستقبلا؟ طبعا هذا مسار مهم جدا، المسار القانوني الدولي هو مسار مهم جدا، ويجب أن يعني يكون حاضرا في الذهن دائما يعني. وأعتقد أن المجموعة العربية عملت في السابق على موضوع الجدار من خلال الإحالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنني أوافق الرأي، كان المفروض أن تكون هي أيضا ضمن هذه الدعوة، يعني لا يشترط أن تكون لها علاقات سياسية مع دولة الاحتلال أو غير ذلك، فهي مسؤولة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية على منع حصول جريمة الإبادة الجماعية، يعني هذا التزام على كل الدول، وعندما ترى أن هنالك جريمة تتكشف أمامها فعليها إبلاغ المحكمة أو رفع الدعوة إلى المحكمة. فنعم هذا مسار مهم جدا، وأعتقد أنه سيأخذ مدى، يعني هو حتى الآن حقق الكثير، حتى الآن هذا المسار حقق الكثير، عندما الرأي العام العالمي كله الآن يتابع مجريات المحكمة، هنالك بحوث بدأت تكتب، هنالك كثير من المحامين الذين اصطفوا من البداية دفاعا عن الحق الفلسطيني أخذ عددهم يزداد وتشجعوا أكثر في مواصلة هذا الطريق، يعني طريق العمل القانوني لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات من القادة الإسرائيليين، وخاصة جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة. فيجب أن يكون هذا دائما المسار القانوني حاضر أمامنا، خاصة أن محكمة العدل الدولية هي محكمة الأمم المتحدة، هي المحكمة العليا، جهاز القضاء الأعلى في الأمم المتحدة، وأن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، كما يتطلب أيضا أن تفكر الدول العربية مليا في موضوع محكمة الجنايات الدولية. من الضروري أن تنتمي الدول العربية إلى محكمة الجنايات الدولية. فهنالك، وهذه نقطة يعني يشدد عليها السيد عبد الناصر برأسه، نعم يوافقك، نعم. نعم مهمة جدا، لأنه تستطيع من خلال ذلك
محاكمة القادة الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. أشكرك. كان يفترض أن نعود مرة ثانية إلى السيد عبد الناصر، لكن الوقت أدركنا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام. كان معنا من رام الله الأيان الهندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن غازي عنتاب في تركيا عبد الناصر حوشان المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، ومن جنيف ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.